بيعت أكبر ألماسة زرقاء في العالم خلال عام 2016 بمبلغ 57 مليون دولار ونصف المليون في مزاد علني في مدينة جنيف السويسرية، لكن ماذا عنا هنا في فلسطين؟ لماذا يسعى الناس لشراء الألماس بمبالغ كبيرة؟ والى أي مدى تنتشر ثقافة الألماس؟ هل تعتبر تجارة الألماس وبيعها في السوق الفلسطيني تجارة رائجة؟ وما هي آلية التعامل معه؟ اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من اضاءات عرف الالماس منذ القدم كاحد الاحجار ذات القيمه التجاريه وهو احد اهم انواع الاحجار الثمينه والنادره ويتسم الالماس بقسوته وصلابته الفائقه بل يعتبر من اقصى المواد الموجوده على سطح الكره الارضيه استخدم قديما في الزينه والمبادلات التجاريه ويستخدم اليوم زينه للنساء وموردا اقتصاديا هاما لعدد من دول العالم للحديث عن طبيعة الألماس الموجود في السوق الفلسطيني وإلى أي مدى هو ينتشر اليوم ينضم إلينا المهندس يعقوب شاهين مدير عام مديرية المعادن الثمينة أهلا وسهلا فيك معنا أهلا بكم يعني بداية إلى أي مدى اليوم ينتشر الألماس في السوق الفلسطيني والله إحنا في مديرية المعادن الثمينة طبعا بنرخص بنصدر ترخيص للي بيشتغلوا في المعادن الثمينة والمجوهرات وبنلاحظ انه المج... بحسب الفرق التفتيش اللي بتفتش على المحلات الذهب والمجوهرات انه هناك في فلسطين حوالي سبعين محل هذه المحلات بتتفاوت طبعا في بيعها يوجد فيها الالماس طبعا يوجد في فلسطين حوالي ثمان محلات بتبيع الماس بشكل يعني بزيد الطقم او القطعة عن عشرين الف واربعين الف دولار في حوالي 8 محلات في وباقي المحلات اللي هي بتبيع على شكل خواتم و... وقطع صغيره، يعني في فلسطين حوالي 70 محل تقريبا اللي بتتاجر او بتبيع معدن ثمين مركب عليه الماس. نعم، ما الذي يجعل الالماس يعني سعره مرتفع ومميز عن الذهب والمجوهرات والاحجار الكريمه الاخرى؟ طبعا هو تاريخيا الالماس هي هو عباره يعني اول شيء بصعب استخلاصه من باطل لانه لازم ملايين السنين لما بتحصلي يعني فيش قطعه الماس الا عمرها فوق المليون سنه لهذا السبب هو غالي الثمن ونمر اثنين نظرته يعني مش موجود يعني او ما قدروا يحصلوا عليه او يستخرجوا كميات كبيرة انه يقلل سعره لذلك بقي محافظ طبعا هنا الالماس او معروف اللي هو بالانجليزي بقول له فور سي في اربع عوامل هذه العوامل هي اللي بتاثر اللي ميزت الالماس عن غيره <applause> طبعا الالماس لما حجر الالماس انه انت اول شيء بنيجي نحكي بالنسبه للقطع القطع بعطي جمال قطعة الألماس ومن بعيد أي إنسان لابس قطعة ألماس ببين إنه هذه هي قطعة ألماس نظرا للانعكاسات الضوء اللي بيعكسها طبعا اللون الألماس طبعا هو بالمناسبة عديم اللون في كل عشر تلاف قطعة الماس يوجد قطعة فيها لون طبيعي وليس شوائب اللي هو مادة النيتروجين أو مركب النيتروجين بينما لون طبيعي وهذا بيكون أسعاره غالية جدا وخيالية النوع الثالث اللي في الألماس اللي هو اللي بالنسبة يعني للأحجار الثانية اللي هي النقاوة كم قديش نقي وكم شفاف الرابع اللي هو القيراط الوزن لانه ندره الحصول عليه فبيكون اوزانه قليل هدول الاربع عوامل هن يعني عندما اي انسان بده يشتري الماس او بده يعرف الالماس هذه العوامل الاربعه هي اللي بتساعد على يعرف اكثر عن الالماس يعرف عن الالماس او يكون في ذهنه سبعين محل تقريبا في فلسطين يبيع الالماس ايش طبيعه الالماس الموجود هل هناك انواع معينه اشكال معينه بريق معين ايضا يعني حسب درجه النقاوه طبعا هذا اللي بحدد درجه النقاوه او البريق اللي هي يجب كل قطعه الماس اذا كان بده يشتري اي مواطن قطعه الماس يجب ان تكون مع القطعه شهاده هذه الشهاده مع طرف فيها عالميا من المعهد الامريكي للمجوهرات نعم. يعني بياخذها من المحل فور شرائه هاي القطعه نعم. من محلات في فلسطين؟ في محلات نعم. في فلسطين وخاصه المحلات المشهوره الكبيره الثمانيه اللي عديت لديها شهادات معتمده وكذلك هناك كل قطعه بوجد عليها رقم يعني انا عندما بدي اشتري خاتم الماس فوق ال 4000 دولار او ما يزيد الخاتم اللي بشتريه بيكون في رقم سيريال نمبر على ممكن انه ينقرا بالعدسه او بالميكروسكوب هذا الرقم مسجل عالميا موضوع على الخاتم وكذلك ببين من الرقم هذا المعلومات عن مم. هذه قطعه الالماس نعم. وكم ثمنها وكم وزنها هذه و... قطعه الالماس اللي تباع عندنا في فلسطين يجب ان يكون تحتوي على هذا الرقم في المحلات اللي... خلينا نحكي المعتمدة او المشهوره مع الشهاده مع الشهاده الشهاده معتمد فيها اما المصنع الذي صنع ممكن الشهادات فيه بتكون من المصانع مم. ممكن هذه الشهاده بتكون المصنع معترف في عالميا وممكن انه اذا كان معتمد من جي اي سي اللي هو المعهد الامريكي للمجوهرات بكون يعني ما في مشكله طبعا سعر الالماس كمان بيخضع للبورصه يعني زي سعر الذهب بيرتفع وبنخفض وهناك في في البورصه العالميه للالماس انه كم اليوم سعر القيراط كم بسوى وكم سعر خلينا نكمل على هاي النقطة سعر الألماس اليوم البيع والشراء يختلف قليلا عن الذهب يعني الواحد بيشتري ممكن ذهب برجع ببيعه يمكن نفس السعر تقريبا لكن الألماس تختلف في المعادلة معادلة الحسابية في هذا الموضوع نعم بالفعل بتختلف طبعا هنا برضو عامل نرجع الخبرة والشهادة الموثوق فيها ولكن أنا بعرف أنه في محلات الألماس وخاصة في محلات في فلسطين عند شراء اي قطعه يكفل لك التاجر انه 75% تحصلين على ثمن هذه القطعه في اي وقت اشئتي ان تبيعي او ترجعي هذه القطعه الى البائع او الى التاجر ويقبلها ب 75% ما لم يكون ممكن انه اذا زاد سعر الالماس في البورصه العالميه بتأثر ممكن انه يتاثر نعم أكثر المدن أو المناطق الفلسطينية التي تباع فيها الألماس اليوم طبعا رقم واحد بيت لحم لأنه بتعتمد على السياحة يعني معظم السياح ولكن قطع بسيطة أو ثقافة في بيت لحم لأنه معظم يعني أربعين من السبعين محل اللي قلت لك إياها في حوالي فوق الأربعين محل بس في بيت لحم طبعاً نمرة اثنين في رام الله حوالي في ثلاث محلات برضو بتبيع كبيرة طبعا وين في وافدين يعني دائما ثقافه نعم. الالماس بتيجي من اللي باتونا من الخارج طبعا مدينه رام الله اكثر ناس يعني لها من الخارج وخاصه من امريكا يعني معظم المحلات اللي بتبيع للقادمين او المقيمين في امريكا لانه لديهم ثقافه او فكره عن الالماس نعم هل الاستثمار في الالماس تجاره رابحه في فلسطين ام لا زالت متواضعه قد من الممكن انه تشهد ازدهار في المستقبل والله يا في الثقافة يعني مثلا هذه بدها تأثير في ثقافة المجتمع على عدة سنوات لأنه زي مصر ممكن في الشبكة كثير يعني حوالي يمكن واحد في المية أو اثنين في من المصريين لازم في الشبكة يقدم فص ألماز أو أما عندنا في فلسطين لحتى الآن لسه الثقافة ليست كبيرة وهذا بحاجة إلى وقت كبير حتى تتغير آه وبده دراسة كبيرة لأنه موضوع الألماس مش سهل خاصة في ألماس طبيعي وفي ألماس مصنع مقلد وخوف المواطن متخوف أول شيء نظرا لعدم خبرة كافية نظر اثنين الرقابة غير موجودة عندما في يكون في رقابة بيكون في ثقة من المواطن في عملية الشراء اكبر بكثير نعم المهندس يعقوب شاهين مدير عام مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد شكرا جزيلا لك. شكرا, لك شكرا لكم تتصدر إفريقيا قارات العالم في حجم الثروة التي تكتنزها طبقات أرضها الغنية بالألماس ومن هذه الدول جنوب إفريقيا نامبيا أنغولا وبتسوانا يقال إن الألماس صديق المرأة لقيمته الجمالية ورقيه تصنع اليوم منه أجمل التصاميم لمعرفة الأشكال العصرية من الألماس وأنواعه وأيضا ألوانه ستعرفنا أكثر حول هذه التفاصيل والمعلومات سالي المشني التي تبيع الألماس في هذا المحل أهلا بك سالي معنا أهلا وسهلا فيك يعني بداية سالي هل تقبل اليوم المرأة على شراء الألماس أكثر من السابق؟ أه نعم اكثر من السابق هلا في عندك تواصل اجتماعي عندك التطور في الشركات اللي بتصنع الالماس عندك عم بيطلعوا بيصنعوا اشياء جديده واشكال وموديلات مختلفه في كمان الدعايات والاعلان بتساهم بشكل كبير انه المراه تشوفها تكون قاعده على التلفزيون تطلعوا دعايه واحده لابسه الماس مثلا تشوفه تتعرف عليه نعم يعني آه المرأة الفلسطينية صارت أكثر في عندها إقبال على شراء الألماس من السابق. نعم اه بكثير. نعم، آه لو نتعرف أكثر على أشكال الألماس اليوم، شو الأشكال الدارجة والتصاميم في السوق؟ هلأ في حالياً الأكثر طلب على الأشكال عندك الشكل الدائري وعندك الشكل المربع. مم. هلأ الشكل الدائري في عندك زي هذا الشكل، مم. زي هذا الخاتم طبعاً أحل... بكون بخاتم أو بكون آه. بطقم يعني مش شرط. عندك هذا الشكل الدائري مم. في هذا الشكل شكل المربع مم. زي هيك هذا شكل المربع الالماسه بتكون مربعه هاي الالماسه بتكون مربعه وهي بتكون الالماسه فيها دائريه نعم اها بنتعرف اكثر على اشكال الطقومه من الالماس اليوم الموجود احنا في هلا قدامنا عده أطقم من الالماس لو بدنا نعرف اكثر المشاهدين على مم. اشكالها عندك في هدول الاشكال طبعا بتكون هذا من تصاميم الشركه عندنا المحل زي هيك شغلات وفي اشكال متعدده نعم. وطبعا اذا في مثلا ديزاين في بالك وحابه انك تلبسيه نعم. تيجي بتصمم لك في شاب متخصص بهذا الموضوع بيقوم بتصميمه بقوم بتصميمه وبجهز لك اياه على متن نعم. الالماس له الوان ايضا مختلفه وكمان بحدد في سعره خلينا نحكي بدايه عن الالماس وبعدين نحكي كيف بنقدر نحدد سعر الالماس من خلال اشكاله والوانه. أوك. هلا في عندك الوان مختلفه للالماس، في عندك هلا من حرف فيك تقولي في التشخيص العلمي له من حرف الدي لحرف الزيت، هلا الحرف الدي بكون اكثر شيء بياض تبعه واكثر لمعان بكون. آه بعده بيجي الاتش والجي الـ 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 برضو بكونوا قريبين على الدي بس بكونوا طبعا ارخص سعر ب 40% من آه الـ النوع بكون الدي تبعه نعم آه يمكن اليوم اي زبون بيحب انه يشتري الالماس بيسال كيف بيتم تحديد سعر الالماس طبعا حسب بكون قديش آه حجمه قد آه كيف لونه مثلا آه عندك كمان آه طريقه التصميم تبعته ايش يعني معاه ممكن نحط بالخاتم مثلا لانه بس كمان عندك الذهب الابيض بصنعوه نعم. معاه يعني بحطوه على نعم. القالب زي هيك يعني الالماس بتكون هالحجره بس المحطوطه فيه ذهب هلا هذا زي ما نعم. بتحكي هذا عندك هذا الذهب نعم. بيجي بكون عيار 18 نعم. هلا هون عندك هذا هو الالماس <applause> اللي بيكون محطوط على التصميم إيه يعني البعض كثير يعني ما زال يمكن حتى اليوم بتخوف من شراء الالماس يمكن مه. لانه بيحكي لك بشتري الالماس بسعر مرتفع لكن اليوم ممكن انه ينخفض للنصف قديش صحيح هذا الحكي وكيف بيتم التحكم باسعار الالماس وبيعها مثلا رحت على محل مجوهرات مش كثير معروف اذا بدك تتاكد اذا هذا الماس او لا ممكن جيب فيه زي أماكن خصوصي بتاكد لك اذا هذا الماس او لا اذا بتحبي انا افرجيك اذا آه بتتعلق بنسبه نقاوه الالماس هلا باكد لك إذا هذا ألماس أو لا أما النقاوة هاي بتيجي بالشهادة خصوصاً للحجر مم. هلا كل حجر بالعالم آه لازم يكون معاه شهادة موثقة مم. طبعا في أحسن الشهادات العالمية شهاده الجي اي اي هي الأمريكية هاي مختبر متخصص بالألماس مم. آه طبعا مثلا زي هذا الحجر بكون له آه كود معين رقم مم. تسلسلي هذا بكون مطبوع السيريال نمبر يعني السيريال يعني نمبر يعني بكون مطبوع على الشهادة الخاصة مم. فيه طبعا اذا آه بدك تاكدي اذا هذا الماس او لا بتجيب الماكينه زي هيك طبعا هاي الماكينه بتكون فقط عند محلات الالماس مش اي زبون آه نعم لا, نعم مش آه اي زبون, بيقدر يحصل عليها لازم تكون محل الالماس طبعا لزياده الثقه للزبون نعم هلا بتيجي بتمسك الماكينه هيك وبتحطيها وبنقربه شايفه إيه؟ كيف نعم طبعا هذا الجهاز بين لك 100% انه هذا الماس هذا الماس نعم صحيح هلا في مثلا إشي تاني بكون خاتم ذهب عادي آخر. حجر اخر ممكن زركون او شيء ما طلعت اشاره ما طلعت اشاره هذا بي... مش مه. الماس هذا الفحص بيتم للزبون في كل مره بيجي بيشتري فيها ولا فقط انتم بينكم؟ هلا يعني؟ شوف يعني اذا بتزيد ثقل الزبون اكثر هلا معروف الزباين اللي بيجوا بيعرفوا انه هون الماس مزبوط او لا مش بحاجه انه نعملهم هذا اللي. اما اذا واحد جاي شاري خاتم من برا وبده يتاكد منه اذا هذا الماس او لا بنفحص له فيها هي نعم. الماكينه يمكن كمان اللي بحدد سعره فقط مش بس يمكن اذا هو الماس ولا لا يمكن كمان درجه النقاوه معم. في عندنا درجات من النقاوه للالماس هي كمان بتاثر على سعره سواء في انه يرتفع او يقل مزبوط هلا كل ما كان درجه النقاوه في الحجر عاليه كل ما كان سعره أعلى كل ما كانت منخفضة بتكون سعرها أقل من هيك <تصفيق> <تصفيق> طب إيش النصائح اللي ممكن نقدمها لأي حدا بيجي بده يشتري أه الماس عشان نحكي إنه هو يكون على درجة عالية من الثقة في أي مكان <applause> هو بده يروح يتوجه يشتري منه الماس <applause> هلا أه طبعا لازم يروح على محلات معروفة في <applause> البلد إنها هي بتبيع الماس أه لازم يسأل هلا هل في زي ما قلتلك من قبل انه في حجر في رقم تسلسلي للحجر من حقه الزبون انه يشوف هذا الرقم التسلسلي عشان يبين مدى صحه هذا الالماس مه. لازم كمان يكون معاه شهاده دوليه شهاده الجي اي اي اللي ذكرتها سابقا بكون مكتوب زي هاي الشهاده بكون عندك مكتوب هاي الرقم التسلسلي هون، طبعا مم. هذا الرقم بكون مطابق على الحجر نفسه. آه بيكون يعني الرقم منقوش كمان على الحجر؟ مضبوط، بكون منقوش من هون. نعم كمان عندك آه قديش الكرت اللي هي قديش الحجم تبعه، آه عندك الكلر ايش مم. اللون تبعه، قديش درجات اللون، آه عندك النقاوه ودرجه القص كمان. مم. في درجه القص مختلفه نعم كل هاي المعلومات لازم تكون موثقه ومعه الشهاده نعم آه يمكن كمان آه اخيرا المعلومه المهمه انه كمان كيف بيتم عمليه قص الحجر هو كمان باثر على سعر الالماس صحيح؟ نعم مزبوط هلا قديش بقود المصمم انت مثلا بدك تشتري هذا الحجر قديش مه... آه هو شاطر بالقص قديش ببين لك انه هذا الحجر 100% انه الماس او لا طبعا كمان بيلعب درجه القص بتلعب في اللون مه. قديش مثلا الالماس عندك مشع قديش يعني هيك لما تطلع عليه بتحسي انه لمع في في عينك مثلا ركزت بهذا الشكل لو نحكي قديش مثلا سعر الخاتم يمكن اللي انت بتلبسيه من الالماس كم بيبلغ سعره الان آه هذا تقريبا فيه 4000 دولار وفوق تمام آه. سالي المشني احنا بنشكرك وبنشكر المعلومات بنشكرك على المعلومات اللي اعطيتنا اياها شكرا لك اهلا وسهلا فيك <applause> الالماز هو معدن او نفيس جدا الألماس شوف هو شيء كثير حلو وغالي كثير بيطلعوش من البحر او ما بيطلعوه ما بعرفش من بيطلعوه وغالبا يعني مش موجود عندنا في الضفه غير قليل بيكون غالي جدا هذا بعرف عن الماس بعرف انه معدن غالي اغلى من الذهب وما حدا بيقدر يحصل عليه يعني الالماس حجر كريم يعني غالي كثير يعني إحنا ما بنقدر نشتريه والله يعني فيش حدا بيقدر يشتريه إلا اللي بيكون معهم مصاري وهيك هذا هو لنتعرف أكثر على تصاميم الألماس الموجودة في السوق الفلسطيني وكيف لنا أن نميز الأصلي من المزور ينضم إلينا السيد جورج عويس صاحب أحد المحال التجارية التي تبيع الألماس في رام الله أهلا بك أهلا وسهلا فيكم في جوهرات جورج عويس أهلا بك آه يعني نحن نرى الآن قطع من الألماس يعني لو نشرح شوي عنها كيف كيف إنه هي شوي تشبه الذهب الأبيض وممكن الناس كمان يفكروها فضة كيف بدنا نقدر نميز إنه هذا ألماس أي شوفي بالنسبة في كثير يعني ناس ماخذه كثير فكره انه الذهب هو نفسه الالماس يعني بيعرفوش انه الحجر اللي راكب على الذهب بكون هو نفس الحجر الالماس هلا في ناس بكون فاهمه ايش اللي بيشتري وفي ناس طبعا بنقعد نشرح لهم ايش هو طبيعه الحجر شو نوع الحجر شو لون الحجر شو نظافه الحجر شو الترتيبات تبعت الحجار كيف يعرف حجر نقي مش نقي حجر اللون تبعه طبعا الشهادات تبعت الحجار ايش الشهادات تدرج في درجات كثيره للحجار نوعيات الحجار في نوعيات كتيرة طبعا هو المصدر الخام كلاته بيجي من جنوب افريقيا تعرف الالماس ما هو مصدر جنوب افريقيا وكله كربون مع الضغط والحراره والزمن بتكون بيصير الالماس هلا الالماس كشكل الحجر العادي الخام بكون حجر ما حداش بيعرف له انه هذا حجر الماس ولا لا. بعد ما ينقص القص تبعه هو اللي بيعطي الاشعاع للانعكاس للضوء انعكاس الضوء هو بيعطي اللون تبعت الحجر. هلا في احجار تيجي <applause> ابيض في اصفر في احمر في اخضر في الوان مشكلة كتير يعني طبيعية هلا في تعرف مع التطور صاروا المختبرات يعملوا الماس صناعي ويعملوا الماس مع الوان برضه صناعي هلا الالماس الطبيعي طبعا ما هو طبيعي المواصفات تبعته معروفه يعني هلا في كتير غش بنوعيه الحجار شو نظافه الحجر ايش التركيبه تبعت الحجر هلا في بالصين وباليابان وبالشو اسمه عملوا احجار صناعيه إحجار الصناعيه طلعت نفس المواصفات الالماس بالضبط بس طبعا كل شيء له مقابل شيء ثاني عملوا جهاز بتخصص بالكشف عن الالماس الصناعي من الالماس الطبيعي طبعا احنا كانه متخصصين في الاحجار الكريمه والالماس والشغلات الطبيعيه لا جبنا جهاز الجهاز على اساس انه نكشف اذا هذا الحجر هو مصنع ولا طبيعي قبل ما نركبه للزبون ونبيع الحجر نتاكد من طبيعه الحجر بالضبط هلا بفرجيك كيف الجهاز انطلاقا من تجربتك يعني في الماس غير اصلي موجود في السوق الفلسطيني في كان كثير بضاعه نزلت على السوق اسمها مازونايت مازونايت هلا المازونايت هذه كان طبعا هو مش الماس هو مطلي طلي ملبس تلبيس ومع الماكينه تبعت الفحص في كثير ناس انغشوا بنوعيه الحجار يفحصوا الحجر الماكينه يعني تعطي انه هذا حجر الماس بس هو فعليا مش الماس بيكون <applause> طيب هذه لا نعم. خلينا نشرح الالماس الموجود امامنا لونه طبيعته كيف ممكن الانسان العادي يميز انه هذا الالماس الحقيقي وكمان في خليهم ينتبهوا كمان انه هنا في عندنا رقم بنوع الحجاره وعددها طبعا نشرح. الاحجار اللي بنكون مركبينها على اساس انه نعرف شو وزن الحجار اللي مركبه للزبون لانه بدنا نكتب له الفاتوره لازم نحط له عدد الحجار ونحط له وزن الحجار على الشهاده طبعا الشهاده الفاتوره اللي بنعطيها هو السعر من ضمن السعر طبعا في بيكون نوعيه الحجار ايش اللون تبعها الحجم تبع الحجار والالماس نقدر يعني نركبه بعده اشكال يعني نعمل عقود، نعمل نعمل طومه نعمل خواتم اساور إحلاق، اي شيء شو اللي بده اياه الزبون نقدر نفصل له يا تفصيل كمان يعني يعني بتجيبوا الحجر الالماس بنجيب الحجار اه بنجيب الاحجار فلات ونركبها احنا على ال... طلب الزبون آه خلينا نشرح شوي على هون الماس في عندنا اسود هلا هذا في الماس اسود واصفر وفي الالماس الاصفر طبعا هذا كله بيجي الحجار كلها طبيعيه والابيض يعني على اساس انه يعطي شكل ثاني لقطعه الخاتم طيب بيختلف الالماس الاسود عن الاصفر بيختلف بالسعر والجودة. اه لا بيختلف بالسعر أحسن اكيد اللون يعني على جودته انظف شيء يعني الابيض, الأبيض. آه. آه. اه اللي بضل قيمته فيه طبعا الحجر الابيض وبكون سعره فيه بس طبعا احنا لا بنحطش السعر الاسود والابيض والاصفر نفس السعر يعني بنكون حاطين كل سعر له لحاله موازنه اه بالضبط بالنسبه للالماس عندنا خصوصا يعني اذا الزبون بطلب الالماس نظيف باخذ السعر اللي بخسرش كثير هلا اذا باخذ الماس مش نظيف بده يخسر 50% بس الالماس الطبيعي والنظيف والاحجار المنيحه يعني واللون المنيح بخسر 15%. يعني اذا بدك تيجي تقارني باسعار الذهب سعر الالماس بضل حافظ قيمته اكثر من سعر الذهب. نعم. لانه سعر الذهب متذبذب وصل 1900 دولار الاونص وصل 900 دولار وصل 1100 يعني وصل 45 دينار واليوم 27 28 دينار مع الشغل. هلا بالنسبه للماس يعني ب 10000 دولار القطعه يعني غبتي شهر شهرين سنه سنتين تخسري فيها 15% طبعا هذا انا بحكي بالنسبه للاحجار النظيفه يعني اما احجار مش نظيفه في احجار كثير بتيجي من امريكا نوعياتها بيكون اس يعني اخر درجات بتكون هلا هدول بخسروا تقريبا 50 و 60% منهم اه اذا بيعتمد السعر كمان آه. على بعتمد. درجة الالماس درجة, درجة نقاوة الحجر درجة آه. لانه الالماس عندك اللائحة تبعت الاحجار يعني في دي كلر بيرجع بينزل ل اي اف جي اتش اي جي كي ال ام بعدين بنزل لتحت الهادي هلا دي كلر بيجي اللون الابيض دي اي اف هدول باللون الابيض الجي والاتش على بياض بيكونوا بيجي الايو تحت بصفي اللون على صفار مشاهدينا لهون احنا بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا من اضاءات شكرا لمتابعتكم والى اللقاء